أهلا بيكم من جديد. هيئة الأرصاد الجوية أعلنت إن البلاد النهاردة هتتأثر بمرتفع جوي بيعمل على استقرار حالة الطقس في القاهرة وكافة الأنحاء، وهتشهد حالة الطقس النهاردة في الأيام اللي جاية المزيد من الاستقرار مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارا. توقعت الأرصاد الجوية إن يسود النهاردة طقس بارد في الصباح ومعتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد ولغاية شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي شبورة مائية ممكن تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. هيكون في فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليكي دكتورة منار، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. امبارح كان الجو بالليل شديد البرودة دكتورة منار، وسمعين أن النهاردة الطقس هيكون معتدل أو يعني يميل للبرودة، ولكن هيكون في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. في عندنا فرق كبير بين درجات الحرارة بالليل وبالنهار. بالفعل يمكن احنا ابتداء من اليوم هنبدأ نشهد تحسن في الأحوال الجوية بعد التقلبات الجوية اللي كنا بنشهدها خلال الأيام الماضية، وتوالي المنخفضات الجوية اللي كانت بتأثر بشكل كبير على المناطق الساحلية. ابتداء من اليوم هيبدأ يأثر علينا امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أيضا مرتفع جوي على سطح الأرض هيعملوا على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، تلاشي فرص سقوط الأمطار من على أغلب محافظات الجمهورية فيما عدا بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري، هيكون عليهم فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، وعلى فترات متقطعة من اليوم نسبة الحدوث ستتجاوز 30% في سقوط الأمطار، فما نقلقش تماما من سقوط الأمطار على المناطق الساحلية في الجهة الغربية. بالاضافه كمان دايما مع الاستقرار في الاحوال الجويه بتكون الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير، خاصه مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وتكون الشبوره المائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. الشبوره المائيه دي هتكون شبوره مائيه كثيفه، هتختلف كثافتها من يوم ليوم وبتختلف كمان من محافظه لمحافظه، يمكن اليوم الكثافه بتكون اكتر على الجهه الغربيه سواحلنا الشماليه الغربيه وبعض المناطق من محافظات شمال الصعيد. متوقع غدا كثافة الشبورة المائية تكون على أغلب محافظات الجمهورية وعلى أغلب الطرق المؤدية منه إلى محافظات الجمهورية. مع التكون الشبورة المائية دايما بيكون في ساعات الليل المتأخر، يعني تقريبا الساعة 3-4 الفجر، وبتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا على الساعة 8-7 صباحا بتبدا الشبوره المائيه تدريجيا في التلاشي، مع الساعه 9-10 بتبدا تتلاشى تماما من على اغلب الطرق. فمهم جدا ناخد بالنا من الشبوره المائيه ومن كثافتها لانها بتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه. كمان مع التحسن في الاحوال الجويه في طبعا زياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، فهنبدا نحس بارتفاع طفيف في درجات الحراره خلال فتره النهار. الاجواء خلال فتره النهار بنبدا فتره الصباح بالاجواء البارده فتره الصباح، مع تقدم ساعات النهار وسطوع اشعه الشمس هنبدا نحس بالاعتدال واجواء معتدله تماما على اغلب المناطق الشماليه السواحل الشماليه محافظات الوجه البحري القاهره الكبرى حتى شمال الصعيد، اجواء مائله للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فتره النهار. لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول فترة الليل يمكن كمان بتبدأ مع ساعات المغرب هتبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير، لأن دايما الشمس هي اللي بتساعدنا على الإحساس بالدفء فترة النهار. خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالفعل، هيكون فرق بين فترة النهار وفترة الليل كبير. الأجواء هتكون فترات الليل من باردة إلى شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية، يمكن كمان المحافظات الموجودة في شمال الصعيد درجات الحرارة فيها بتنخفض لأقل من 10 درجات، بعض المناطق كمان من وسط سيناء درجات الحرارة فيها بتبقى توصل لأقل من 10 درجات خلال فترة الليل. الأجواء دي إن شاء الله متوقع أنها تكمل معانا على مدار الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع، يمكن كمان متوقع لمطلع الأسبوع القادم، وكمان هيكون في ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، لأن احنا متوقع مع نهاية الأسبوع العظمى على القاهرة الكبرى توصل ل 23 درجة مئوية خلال فترة النهار، لكن فترات الليل هتستمر فيها انخفاض في درجات الحرارة، ويمكن كمان هيكون انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فترة الليل. فاحنا هنخلي بالنا من فترة النهار وفترة الليل، مش
عاوزين نغير نوعية الملابس وننخدع بالاستقرار والدفء فترة النهار ونغير نوعية الملابس، لأن فور دخول فترة الليل هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. فمهم جدا ناخد بالنا نرتدي الملابس الشتوية فترة النهار، وفترات الليل تكون ملابس شتوية ثقيلة، وناخد بالنا كمان من القيادة تبقى بهدوء تام على أغلب الطرق مع تكون الشبورة المائية. ربنا يسلم الجميع، كل الشكر ليكي الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة بالتفصيل. القاهرة العظمى فيها 19 والصغرى 12، العاصمة الإدارية 19-12، الإسكندرية 18-11، والعالمين الجديدة 19-12، مطروح 20-10، دمياط 20-13، بورسعيد 19-11، والإسماعيلية 20-11. السويس العظمى فيها 20 والصغرى 11، العريش 20-10، كاترين 11 والصغرى 1، طابة 20-11، حلايب 22-15، شلاتين 24-14، شرم الشيخ 22-13، والغردقة 23-12. الفيوم العظمى فيها 19 والصغرى 8، بني سويف 19-8، الوادي الجديد 19-5، أسيوط 20-8، سوهاج 20-7، قنا 21-8، الأقصر 22-8، أما أسوان العظمى فيها 22 والصغرى 10. إن شاء الله النهاردة الطقس هيكون مستقر ومفيش سطوع مفيش هطول للأمطار في أغلب الأماكن. إن شاء الله اليوم يكون ظريف. نرجع على طول لمصطفى والجمال نكمل باقي فقراتنا، اتفضل. شكرا كمان. شكرا جزيلا. شكرا.